أنا محمد علاء بروفيشنال فوتوغرافر. فكرة أنك تجرب الكاميرا الفلاكشيب الار 3 من كانون كانت فكرة مختلفة بالنسبة لي. الار 3 يمكن فيها تكنولوجي مش موجودة في كاميرات قبل كده، زي الاي كنترول اوتو فوكس، اني اقدر اتحكم في الفوكس عن طريق عيني. وفكرة ان يبقى فيه جريب في الكاميرا نفسها بيخليك تصور فيرتيكال وهوريزونتال بشكل اسهل بكتير، تصور بورتريه، تصور لاندسكيب، وده اللي احنا كنا متعودين عليه من الوان دي اكس. لكن كاول كاميرا ميرورلس من كانون يكون فيها الجريب ده، دي كانت حاجة ممتازة. اكتر حاجة جربتها وانبهرت بيها وفعلا تميزت بيها الكاميرا الار 3 هي فكرة 30 فريمز بير سكند. كنت بصور كأني بصور فيديو، الكاميرا سريعة جدا، الفوكس اكيرت جدا، والصور فعلا ما فاتش منها ولا لحظة. ودي كانت تجربتي مع كانون EOS R3.